وغادي نهضر على واحد النقطه اللي انا كنت باغا نشير ليها من شحال هادي. هو كيقول لك صرفات علينا، هي كتصرف علينا من مالها الخاص. الا جينا نشوفوا نقطه مالها الخاص بسبب مواضيعنا، هات المال الخاص ديالها بسبب مواضيعنا اللي نهار وما طار هي زينا المحارم في هذه القضيه، داروا في هذه القضيه، سمعوا في هذه القضيه، داروا هذوك ماشي مواضيعنا. نهار وما طار هي تهضر في شرفي، كنا مدابزين مدابزين انا وياها، وهي خارجه ضربه الحطه قالت لك على هذا، وخارجه كتهضر فينا المحارم، وتلاقيتها وقالت لي والله تعجبت، وقالت لي والله تا هذا، وانا وياها مدابز وما قلت لها والو. داكشي ضرني وتفرجت في داكشي كامل وضرني وما قلت لها والو. نقولها علاش انت مازال بعدا كتهضري في موضوع سوقك، على الاقل خصني نقولها لها، ولكن ما قلت لها والو، سكت علاش باش ما نجبدش معاها الصداع. داكشي راه كنشوفو كلشي انا، ما كنتش كنتفرج حتى حاجه، وهي عارفه اني ما كنتفرجش، وكتستغل النقطه هذه كتقول وندير لي بغيتي راه ما غتشوفش، وندير لي بغيتي راه ما غتشوفش. ولكن هاد الايام الاخيره كنشوف كلشي كنشوف موقع عندي مين دار صافي. مثلا انا تفرغت ليكم اختي، كنشوفكم كاملين، اللي دار فيا شي حاجه تنشوفها. علاش؟ لانه شحال هادي ملي كانوا كيداروا بزاف الحوايج والناس كيقولوا لي فيقي فيقي فيقي، انا ما كنشوفش داكشي، كنشوف لا خيب ولا زوين كنشوفوش. نهار اللي بقاو يتوصفوا المناطق الانثويه، ونهار اللي بقى انا داكشي ما كنشوفوش، اللي كنسمع وكنقول غير الناس كتزيد فيه، ما كنشوفش داكشي باش ما يمرضنيش صراحه. واللي بقى يدير هذاك الشيء هذا، الناس ما عارفين وصلوا وما عمرهم داروا داك الفضيحه، وفالتالي بقاو يهضروا على الشرف والعفه والعفه والعفه. انا قلتها لكم البارح في اللايف، راجلي يقول لي شي حاجه اصلا ما باغاش نديرها ويقول لي ما ديريهاش ما غنديرهاش، ولكن الا قال لي شي حاجه باغا نديرها وقال لي ما ديريهاش غنديرها.